برنامج إشراقة نفسية، برنامج توعوي نفسي اجتماعي يسلط الضوء على أهم المشاكل النفسية والاجتماعية التي يمر بها كافة الشرائح والأعمار. إشراقة نفسية يأتيكم كل يوم أحد الساعة 2 مساء على إذاعة القوات المسلحة العراقية. لا نحتاج سوى الرأفة ببعضنا البعض، الرأفة في الحديث، في الفعل، في التمسك، وحتى في التخلي. مساءكم جميل كجمال قلوبكم مستمعين مستمعين إذاعة القوات المسلحة العراقية في حلقة جديدة من برنامج إشراقة نفسية، معي أنا دكتورة موج الكناني. حلقة اليوم عن موضوع أو قرار الارتباط واختيار الشريك الصحيح. قرار اختيار الشريك بالحياة هو أصعب القرارات اللي يواجهها الإنسان بحياته ومسيرة حياته الاجتماعية والثقافية وأيضا الأسرية، لأن هذا القرار راح يرسم حياته القادمة بأكملها، راح يخلي نقاط يخليه يكون إنسان سعيد أو إنسان تعيس. هذه القرارات يجب أن تتخذ بصورة مو فقط عاطفية، يعني إحنا شوية خلي نبتعد عن العاطفة، أنا ما أقول إنه إحنا نلغيها، لا، هي لازم تكون موجودة، هي جزء من عندنا، لكن إنه إحنا هذه القرارات ضروري إنه إحنا نخليها حد وسط بين العاطفة وبين العقل، هذا بالأخير راح يصب بمصلحة الأسرة وتكوين هذه الأسرة وعدم إنه نخليها أسرة غير ناجحة، أي إنه حتكون أسرة فعالة. حرصنا على اختيار الشريك اللي هو يعتبر اختيار شريك الحياة أمر مفصلي بحياة الرجل أو الامرأة. الزواج يكون أهم هذه الفقرات اللي هي يكون قفزة في النضوج الاجتماعي من مرحلة الانتقائية اللي هي مرحلة المراهقة وعدم المسؤولية إلى مرحلة الوعي وتحمل المسؤولية. من خلال هذا القرار راح يتكامل الإنسان ويمضي بدورة بهذه الحياة. بداية خلينا نعرف مراحل اختيار الشريك. أول مرحلة هي مرحلة ما قبل اختيار الشريك، يعني أنه أنا لازم بالبداية أشوف نفسي قد هذا القرار، قد هذه المسؤولية، مو فقط أنا شفت شخص حبيته وحبني وصارت فد علاقة عاطفية بيناتنا وراح أبدي أنه أختاره يكون شريك حياتي. الموضوع مو بهذه البساطة ولا بهذه السهولة. دائما إحنا لازم نفكر بطريقة أكثر نضجا، أكثر فعالية، على مود أنه ما نخسر احنا وايضا الشريك ما يخسر، وايضا ضحية المجتمع اللي هي الاطفال او ضحية هذا القرار السيء الاطفال. فاحنا بداية لازم نعرف انه اكو مرحلة ما قبل الاختيار الشريك اللي هي تتكون من عدة نقاط. اولها حيكون تغيير طريقة التفكير، انه أنا تفكيري لازم يكون اكثر ايجابية، مو دائما رأسا هذا الشخص سلبي، هذه خاف راح افشل، اخلي هذه النقاط السلبية قدامي كليتها الغيها، اخليها فد نقاط ايجابية قدامي، اخلي انه هذه العلاقة من المحتمل تكون ناجحة. احنا مثل ما ذكرنا بالحلقات السابقة، قدرة العقل على تغيير القدر او تغيير بعض الاشياء السلبية إن هو ممكنة، فأني بدل ما أخذ الموضوع من ناحية سلبية خلي أنظر له من ناحية إيجابية، أخلي هذه الطاقة الإيجابية اللي بداخلي هي اللي تسيطر على موضوع الاختيار. أيضا موضوع
تحديد رغباتنا في شريك العمر. يعني إحنا دائما عندنا فد أمنيات أو عندنا فد منظور معين على شريك الحياة، على حياتنا شلون راح تصير. بالتالي أنا راح أربي أطفال أريدهم بطريقة معينة، فهذا الاختلاف دائما يسبب فد فجوة بين الزوج والزوجة أو بين الشخص اللي أنا مرتبطة به. دائما أخلي إنه أنا رغبتي بهذا الشريك تكون موجودة، يعني مو فقط أنظر الموضوع إنه أنا ها هي حبيته صار بيني وبيني فد عاطفة وخلاص. لا، هذا الشخص إذا ما كان عندي ما كان موجود عنده صفات أنا اللي أريتها بشريك، هذه راح تظل موجودة بتفكيري، موجودة بحياتي اليومية. أنا بدل ما أعتبرها إنه هي مؤثرة وراح أعتبر إنه حياتي ما حتكون صحيحة من البداية، إنه أتخذ قرار إن هذا الشريك ضروري يكون بيه فد صفات أساسية، مو جميع الصفات. مرات إنه إحنا ما نحدد أصلاً عيوبنا إحنا، ميزاتنا إحنا. ضروري إنه أنا أحدد عيوبي قبل ما أحدد عيوب الشريك، لأن أنا مو إنسان كامل، أي إنسان هو مو إنسان مثالي. أنا معايش بدنيا بدون أخطاء، ماكو أحد مثالي، أكيد أكو عيوب بي أني وبالشريك، فهذه من راح أحددها؟ راح أخليها قدامي وقدام هذا الشخص اللي أنا اختاريته، راح أبين له أنه أنا عندي فد مساوئ، تقدر تتقبل هذه المساوئ، بالتالي أنه أنا راح أتقبل هذه العيوب. أيضا موضوع تحديد الثقة بالنفس، ضروري يكون أنه أنا عندي ثقة بنفسي باختياراتي، مو دائما أشكك باختياري وأخلي الأشخاص الآخرين هم اللي يختارون عني. لا، أنا ضروري يكون هذا الاختيار صحيح، أنا أتحمل مسؤوليته. دائما نقول أنه إحنا اختياراتنا نتحمل مسؤوليته، لأن إحنا وصلنا في مرحلة عمرية، مرحلة النضج، عبرنا مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب الأولى، دخلنا مرحلة النضج واختارينا أنه نستقر ونكون أسرة. فبهذه الحالة أنا حكون عندي ثقة بهذا الاختيار، وأيضا عدم التسرع بالحكم. مو دائما رأسا أشوف عيب أول أنا راح أحكم على الشريك أنه هو ما مناسب إلي. لا، ضروري أنه أنا أدخل في اختبارات معينة، أسئلة معينة، هذه كليتها أخليها قدامي. دائما أنا أذكركم أنه ضروري أنه إحنا نكتب. الكتابة جدا مفيدة. أنا مو دائما أفكر بالموضوع، لأن الموضوع من أفكر به ما راح تكون أكو تغذية راجعة. خلي الموضوع بكتابة، لما أكتب أنا شنو أريد بالضبط من شريكي، هو راح يشوف أنه أنا همين عندي عيوب وهو عنده عيوب، هذه كليتها راح أدونها، نتناقش بيها أنا وياه. هذه راح يخلينا نخلي حجر أساس أكثر متانة، أكثر إنتاج. دائما أنا أفكر أنه أكو عائلة، هذه الاختيار الأول للشريك، وراها حيكون أكو عائلة. هذه العائلة ضروري تعيش بفد أسرة، بجو يكون صحيح، مبني على أساس صحيح. طبعا من الصعب الاختيار بعشوائية، أكو مجموعة من النقاط تتوفر بشريك العمر. هذه التوفرها حيزيد من نجاح العلاقة الزوجية، من حيزيد من موضوع الانسجام، ويقلل من موضوع التصادم أو موضوع المشاكل اللي احنا نشوفها. ومثل ما ذكرنا بالحلقات السابقة، موضوع الانفصالات دا يصير بكثرة، فأني على مود أسيطر على الموضوع بالبداية، أختار الشريك بصورة صحيحة، يعني يكون اختيار متزن صحيح، نهايته تكون زواج مستمر ودائم. لأن إحنا نهايته إذا يعني كان مأساوي، فهو أكيد راح يكون بأذية للطرفين واحتمال طرف ثالث اللي هم الأطفال. من الصفات الأساسية اللي يجب تكون موجودة عند الشريك اللي هي الموجودة بالعلاقة بين الشريكين، اللي هي الثقة والإخلاص. نعتبر إحنا الثقة والإخلاص من أهم مقومات الزواج الناجح. يكون لازم الصدق هو أساس هذه العلاقة، يكون هو مبني على هذا الأساس،
وايضا مرحله او نقطه تحمل المسؤوليه. وايد نشوف ان احنا اكو اشخاص غير قادرين على تحمل مسؤوليه الزوجه، غير تحمل قادرين على تحمل مسؤوليه عبء الحياه وايضا الاطفال. هذا كله ضروري انه اني اشوفه بالبدايه قبل ما ادخل بموضوع الارتباط. ايضا الشعور بالقبول، موضوع القبول جدا مهم. أنا الشخص من راح أتقبله الطريقة تخليني أنظر للعيوب أنه هي موضوع كلش طبيعي. أتقبل هذا الإنسان يكون أكو بيني وبينه فد هذه الطاقة، طاقة الانسجام. يعني أنا هذا الشخص أقدر أعيش وياه، أقدر أكمل حياتي وياه. هذا الشخص إذا وصل الفد مرحلة من المرض أو حادث صار وياه، راح أقدر أكمل ملوية. مو فقط انه اني فقط زواج وعوفه بمنتصف الطريق ما اخلي اكو موضوع القبول ما موجود. موضوع القبول وتقبل الاخر جدا مهم بالعلاقة الزوجية، وايضا التوافق. دائما احنا نذكر انه اني لازم اخذ من بيئتي، هالشي نقدر نقول انه 80% هو مؤثر. يعني اني الشخص يكون متشابه وياي، طريقة تربيتي، طريقة لبسي، طريقة ديانتي، هذه المواضيع، وايضا الطريقة يعني وصول المرحلة العمرية المعينة، مرحلة العلمية، هذه كلها تؤدي إلى التفاهم. يعني أنا من يكون ماكو تفاهم بين الزوجين أكيد راح يصير أكو فد مشاكل معينة. أيضا موضوع جدا أساسي ومهم بكل العلاقات الاجتماعية، كل العلاقات اللي ترتبط بين الناس، يعني مو فقط العلاقة علاقة الزواج أو الارتباط بين شخصين، هي موضوع التواصل. القدرة على التواصل جدا موضوع مهم. يعني أنا هذا الشخص إذا ما قدرت أحاوره، ما قدرت أتواصل وياه، فأكيد ما راح أوصل النتيجة، راح يصير أكو فد فجوة بين رأيي بين رأيي بين طريقة كلامنا. هذه كلها راح تؤدي إلى عدم تفاهم، ما راح يكون أكو تقبل للآخر. وأيضا الموضوع الجدا مهم هو الاحترام. أكيد راح يكون أكو اختلاف وجهات النظر. يعني أنا ما راح أخذ الشخص يشبهني 100%، يعني هذا شخصيته، تربيته، بيئته، كليته تأثر. فموضوع الاحترام وتقبل تعارض الأفكار بين الشريكين جدا مهم. يعني أنا هذا الشخص على مود أحترمه أوصل للمرحلة أنه أنا أتقبل أفكاره مثل ما هي، وجهات نظر، يكون أكو موضوع حوار. يعني إحنا رجعنا لنقطة التواصل. التواصل جدا مهم. أنا راح أقدر أتناقش ويا الطرف الآخر، راح أقدر أنطيفد وجهة نظر وأني أسمع من عنده، راح يكون أكو نقاش، وأكيد أحد الأطراف هو اللي راح يكون إلى الحصة الأكبر بهذا النقاش. والنقاش الآخر أنا متأكدة للطرف الآخر. كل ما كانت عملية الحوار وعملية المشاركة والتقبل كل ما كانت أوسع وأفضل وبها مرونة، كل ما راح يكون العلاقة الزوجية أو علاقة الارتباط هي حتكون أسلم للطرفين. خلينا ناخذ فاصل من مخرجنا ونرجع وياكم.
الأساسية نجاح العلاقة الزوجية هو التغذية المستمرة من المشاعر أو العواطف. يعني إنه إحنا ضروري أني أغذي هذا، أعبر عن عاطفتي بطريقة الاهتمام للطرف الآخر. لذلك من المهم اختيار الشريك الذي يبدي الحب ويعبر عن مشاعره ويقدم هذه المشاعر الجميلة اللي تجعل العلاقة مستمرة وقوية. ويانا اتصال ويا ضيفتنا دكتورة مروة الساعدي، معالجة نفسية وأيضا معالجة في العلاج الزواجي والأسري. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا دكتورة. تحياتنا لحضرتك. أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة، شلونك؟ الله يسلمك ويحفظك، نورتينا. أشكرك، هذا نورك. شكرا دكتورة. ممنونة منك دكتورة. العفو، احنا نريد فد توضيح انه احنا شون اقدر اني اختار الشريك بصورة صحيحة. تعرفين انه العلاقة الزوجية هي او علاقة الارتباط هي من العلاقات الاسمى، لان هي بداية البذرة بين تكوين اسرة. يعني نهايتها راح تكون تكوين اسرة، انجاب اطفال، هذه كلها الى تأثير. يعني بداية العلاقة لها تأثير على المدى البعيد. فإحنا ضروري يكون اختيارنا للشريك بطريقة أصح، بطريقة مو فقط عاطفية. أنا ذكرت بداية الحلقة أنه الموضوع اللي نشوفه حاليا أنه يصير فد موضوع عاطفة، صار أكو حب، خلاص أنه يقرر يرتبط بهذه الفتاة وهذه الفتاة تقرر ترتبط بهذا الرجل. ضروري يكون أكو فد قرار للعقل. فيعني الاختيارات الصحيحة والأصح لاختيار الشريك نريد نسمعها من حضرتك. نعم، خير ما نبتدئ به حديثنا هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الحديث هنا ركز على صلاح الأخلاق، صلاح الدين، هذا بالمجمل ينتج لي الزواج الصالح. قبل البدء بمفهوم شريك الحياة، ضروري هنا ننوه إلى مفهوم العلاقة. إحنا هنا نقصدها العلاقة الحميمية الزواجية طويلة الأمد ما بين الرجل والمرأة. النجاح بهاي العلاقة هو يعتمد على مدى تحقيق الرضا الزواجي والقناعة على المدى البعيد. إذن هنا نرجع إلى مفهوم الشريك، هو الشخص الذي نقضي معه أغلب الأوقات في حياتنا، يعني ممكن يكون حتى أكثر من الوالدين نفسهم. صحيح. صحيح. يتم فيه تبادل المسؤوليات، الأفكار، المشاعر، المهام. يعني نقدر نقول إنه اختيار شريك الحياة هو يعتمد على درجة التواصل الفكري، الوجداني، العاطفي بين الجنسين، بما يحقق لهما قرارات توافقية تساعدهم بالارتباط وتحقيق أقصى الرضا. عاشت إيدك دكتورة. نعم دكتورة. العفو. نعم تفضلي تفضلي دكتورة. عفوا، هنا أهم مسألة عندنا أنه لازم إشقد يتحلى الطرفين بالوعي، النضج الكافي لاستيعاب مثل يعني هيجي قرار تأثيره انعكاسه على حياتهم اللاحقة، لأن هي حياة كاملة تحمل ما بين التعب، ما بين المسؤولية، بالإضافة إلى أخذ الوقت الكافي والتأني بالاختيار. هذا حتى إحنا بالنتيجة نحقق التناغم، الانسجام بين الزوجين من أجل العمل على إنجاح الحياة بود معا. بالضبط دكتورة. العفو، أكو فد معايير محددة لاختيار الشريك أنتوا تشوفوها باعتباركم من المعالجين اللي موجودين بالعلاجات الأسرية والزواجية؟ أكو فد معايير محددة لاختيار هذا الشريك؟ أنا ذكرت قبل قليل عدة معايير، يمكن أنه أنتوا تكونون أكثر أو أعرف بهذا الموضوع. نعم، هي معايير كثيرة صراحة لاختيار الشريك. احنا دائما نقول لهم انتوا اعرفوا ذاتكم قبل ما تعرفون الآخرين. بالضبط. يعني بالمفاهيم النفسية نقول تصالح مع ذاتك. صحيح. يعني شقد عندنا قدرة الى انه نكون متصلين مع ذاتنا، هذا ينعكس بطرائقنا بحل المشكلات، باتخاذ القرار. هذه تكون أهم خطوة للإقدام على الزواج. بالضبط. يعني العفو، يعني دكتورة، إنه الشخص كل ما عرف ذاته
راح يعرف هو نقاط ضعفه، نقاط القوة الخاصة به، بالتالي راح يبينها للشريك. من راح يبينها للشريك حيصير فد انسجام معين، يعني الشريك له القدرة أنه يوافق أو يرفض نعم. هذه الاختلافات نعم. صحيح، يعني هو يكشف فاعليته الذاتية، شقد عنده قدرة أنه يحكم على نفسه، على قراراته، على هواي أمور بالحياة. هنا إذا عرفها راح معناته أنه راح تصير عنده قدرة أنه يعرف الشخص الآخر، وهي هاي الخطوة المهمة اللي إحنا نسميها هي الانفتاح على الآخرين. زين، هذا يتطلب من عندي مدة كافية حتى أفهم قيم الشخص الآخر، مبادئه، يمنحني حتى التريث والتفكير الجيد قبل اتخاذ خطوة القرار. تمام؟ بالضبط. من المعايير الأخرى قد تكون هي عوامل شخصية تتعلق بنفسية شخصية الشريك، إنه أني إشقد أعرف إنه إشقد يتقبل النقد. هذا النقد ممكن أني يعني نستغل أنا وياه بطريقة بناءة، بأسلوب هادئ مهذب. كذلك قدرتهم على استعمال الحوار الهادئ، وهاي من أهم مبادئ الزواج الناجح، يعني إعطاء الشريك فرصة للتحدث، الإنصات إليه، هذا هو سبب لتحسين التواصل ما بين الاحترام والمشاركة. بالضبط بالضبط. نعم دكتورة العفو، موضوع التكافؤ، احنا قلنا انه ضروري يكون اكو تكافؤ بين الزوجين، من الناحية العلمية، من الناحية المادية، من الناحية العمرية. يعني هنا احنا موضوع التكافؤ، انت بنظرك او من الحالات اللي تيجي لحضرتك، انه هو موضوع التكافؤ ضروري يكون بنجاح العلاقة، لو ما راح يأثر، لو أكو فد عوامل ثانية هي اللي راح تساعد على تخطي هذا الموضوع، موضوع عدم التكافؤ؟ صراحة دكتورة، إحنا من الناحية العلمية المنطقية نقول إنه التكافؤ هو مهم جدا، من الناحية العلمية المادية الاجتماعية الثقافية يعني وما إلى ذلك. لكن صراحة هي الآراء تتفاوت من ناحية الإجابة على هذا السؤال. يعني مثلا بعض الأزواج المتعلمين، نقول اللي واصلين مرحلة بالتعليم الثقافة، نشوفهم ما يقبلون يشتركون بحياتهم إلا مع أشخاص من نفس المستوى. أوكي. حتى يحققون يعني التكافؤ ما بين الطرفين، بينما نرى البعض الآخر هو موضوع نسبي، يعني يشوفونه موضوع نسبي يعتمد على أمور أخرى حتى تقوي الرابطة الزواجية. يعني الأمر هنا يعتمد على مدى قدرة الشريك بالتعامل الاجتماعي مع الآخرين. كرأي شخصي وحسب اللي يعني أنا أنصح به دائما الآخرين، أقول إنه الواقع، إحنا نعتمد على الواقع، الواقع هو اللي يقرر أنه هناك من الأزواج ممن يتميزون بالنجاح الأسري، وإن كانت يعني المستويات متفاوتة بيناتهم. حلو. نرجع بعلم النفس نقول مدى قدرة الشخص على استعمال ذكاء الاجتماعي في التعامل مع الآخرين. أي واحد من ما يعني ما أقول أنه ضروري أكو تكافؤ بيناتهم. دكتورة العفو، من أي ياهو منهم الشخص المتعلم أو غير المتعلم هو اللي يستخدم الذكاء الاجتماعي؟ يعني مو شرط، احنا قلنا ممكن الأزواج المتعلمين هم اللي فقط يطلبون يعني تكون المستويات متكافئة، لكن يجون بعض من الأزواج انه هم ما يعني اكو بيناتهم مستوى متفاوت، هنا أنا اكثر نرجح انه هم يستعملون الذكاء الاجتماعي في يعني من اجل مواصلة مسيرة الحياة الزوجية. بالضبط. دكتورة العفو، اكو مقولة تقول انه الحب في نهاية الامر اختيار تتوقف عليه مئات الاشياء، ويجب علينا ان نختار بنفسية القارئ، فاذا وقع هذا الاختيار وارتبطنا بانسان اخر علينا ان نعيش معه بنفسية المحامي الذي يفهم الاخطاء ويغفر لها. ما صحة هذه المقولة من الجانب النفسي والاجتماعي؟ وهل فعلا نجاح العلاقة يكمن بهذه الطريقة؟ طبعا المقولة جدا عجبتني، بها معاني نفسية ومضامين نفسية عميقة جدا. بداية احنا اذا اجينا للزواج هو بناء أسرة، هاي الأسرة تكون قائمة على المودة والرحمة. الزواج هو سلاح ذو حدين، ممكن يكون ناجح ممكن يكون فاشل، يعني كل شيء يتقبل الصحة أو الخطأ.
نعم بالضبط. ما يقتصر على الحب فقط، وما يقتصر على أني جد أتفهم الأخطاء، ممكن هو يكون مزيج ما بين الاثنين. يعني مثلا الدليل على ذلك في حال عدم قدرة الزوجين على استيعاب المشاكل الزوجية اللي تصير بينهم، إحنا الحب ما رح يصير إلى وجود، ممكن يتسرب، ممكن ينتهي، رح يأثر على العلاقة الزوجية. كذلك العكس صحيح، إذا ما تواجد الحب نهائيا الحياة راح تكون بيناتهم مملة، اللي هي تميل دائما للمنطق، دائما أنه أنا أرجح العقل على الأمور العاطفية. راح يكون أكو جمود دكتورة، راح يكون أكو جمود بالعلاقة، عدم وجود ديونة. يعني التعبير عن المشاعر والعواطف يحتاج هالشخص، يعني هي تكون مثل التغذية للعلاقة، يعني ضروري تكون موجودة. بالضبط. أي لذلك احنا شو نقول؟ نقول الزواج السليم هو كل ما كان مبني على التفاهم، التحمل، التوافق الفكري، الحب، العواطف، التعبير عن العواطف، هذا كله حتى تبحر سفينة الشريكين بسلام. بالضبط. دكتورة العفو، من الناحية العلمية ايهما اكثر تفهما، الانثى ام الذكر؟ ولماذا؟ يعني كاختيار منو راح يكون الأكثر تفاهم في العلاقة الزوجية؟ نعم، احنا دائما كمجتمع عراقي نشوف احنا الأمهات أغلبهم أو الزوجات يتحلون بصفات، هاي الصفات تحمل الحب، الرعاية، الاهتمام، العطف، المودة. احنا ما نتحيز للنساء اكثر من الذكور، كل من خلق رب العالمين بقدرات تختلف عن الاخر، وكل من الى مهامة بالحياة. يعني مثلا احنا شو نقول؟ نقول الرجل الى طبيعة بيولوجية تمكنه من القدرة على العمل الشاق. بنفس الوقت المرأة خلقت عاطفية، حنونة، رب العالمين أنطاها الصبر، القدرة، التحمل، هاي كلها بالنتيجة من نجي راح نشوفها إنه هي أكثر تحمل، أكثر تفهم، أكثر استيعاب بالحياة الزوجية. يعني نقدر نقول إنه الزوج بما إنه يخرج المحيط الخارجي مليء بالضغوطات، يعني راح تكون محدوديته قليلة للتحمل، مو مثل المرأة. فيعني يمكن علميا إنه المرأة تتعب أكثر، تتفهم أكثر، تتحمل أكثر. وبالتالي يعني هنا إحنا لازم نركز على مفهوم إنه صح لكل واحد منهم أدوار خاصة به، لكن يعتمد على مدى القيام بالأدوار المناطة لهم وعدم التقاعس عنها. بالضبط دكتورة، عاشت إيدش. طبعا موضوع التحمل والصبر بيولوجيا عند المرأة يكون أكثر يمكن موجود عندها، من ناحية إنه هي تستوعب المواضيع بطريقة من عدة جوانب. يعني مرأة ما يكون استيعابها مثلا الموضوع معين، يعني هي إنه أكو عدة مثلا مواضيع تحلها بنفس الوقت. طبعا الرجل كبيولوجية ما يقدر يقوم بهذا العمل، مثلا اذا احنا نشوف اذا جاء اتصال هاتفي فقط راح يكون ويا الهاتف، ما راح يقدر يجاوب، ما راح يقدر يستوعب الموضوع المرأة اللي تتكلم وياه. اما المرأة لا، عندها القدرة انه اكثر من موضوع ويوصل 3 مواضيع بنفس الوقت. صحيح. دكتورة، أريد نصيحة أخيرة للأشخاص المقبلين على الارتباط. طبعا أنا كلش هواية ذاكرة موضوع أنه إحنا محتاجين فد اختبارات نفسية واجتماعية قبل الإقبال على الزواج، تكون حالها حال تحليل الدم اللي هو يصير طلب المحكمة، يكون أكو فد باحث اجتماعي ومعالج نفسي أو مرشد تربوي. دول الأشخاص يحددون أنه هذا الشخص عنده القدرة على تحمل المسؤولية، عند القدرة أنه يكون أسرة، عند القدرة على الارتباط وتقبل هذا الشخص بإيجابياته وسلبياته. فإحنا نريد من حضرتك نصيحة أخيرة للأشخاص المقبلين على الارتباط أو على اختيار الشريك وأيضا الزواج. نعم، طبعا إحنا من خلال الحالات اللي تراجعنا نشوف
ينقص بعض الأفراد توعية نفسية. هاي التوعية هي ضرورية تكون بكل مفاصل الحياة منها الحياة الزوجية. فإحنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج، بما معناه أنه أنت خلي تكون عندك وقاية نفسية وخلي يكون عندك استعداد نفسي للزواج قبل لا تخطي هاي المرحلة المهمة، هاي الخطوة المهمة. يعني مثلا واحدة من الأمور أنه أني ضروري إشقد يكون تفكيري صافي، إشقد أني أقدر أتخلص من التوقعات السلبية الناتجة عن الزواج، طبعا من خلال كلام الآخرين اللي يتكلم بصورة سلبية عن الزواج، اللي ينتفد تعبيرات مشوهة وخاطئة عن المفاهيم الزوجية. يعني بما معناه إحنا هنا نسميها التهيئة، يعني أنا أهيئ نفسي وأستعد نفسيا للزواج قبل ما أخطي هاي المرحلة، الخطوة الأولى للزواج بالضبط. نعم، ممكن أني أخذ وقت كافي للحصول على أكبر قدر من المعرفة حول شخصية الشريك. هاي نصيحتي الثانية، إنه أني أتعمق بشخصيته، أعرف قيمه، مبادئه، الأمور اللي يفضلها. من أتعمق بيه معناته أني فهمته، معناته أني قدرت أوصل للشريك باشر عضبه، أني أقدر أتحمل، أقدر هواية أمور أسهم بيها، وبالتالي راح تنجح الحياة الزوجية. هنا إحنا هدفنا نوصل إلى علاقة زوجية ناجحة وعميقة. أعرف نفسك حتى تفهم المقابل وتعرفه. بالضبط، عاشت إيدك دكتورة. طبعا نقدر نقول لا أحد منا كامل، ولكن كل منا مزاياه وعيوبه. لذا من الضروري كل إنسان إنه يعرف طباعه ويعرف عيوبه. اللي ما يقدر يحبها بالشريك، شريكة حياته المستقبلي، ويتأكد من قدرته على تقبلها والتعايش معها. بارك بيك دكتورة، وممنونة منك إنه أنت ويانا اليوم، وشكرا على هذه المعلومات القيمة. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، شكرا دكتورة. عليك. خلينا نأخذ فاصل ونرجع وياكم. الأسباب اللي تخلينا ناخذ هذا القرار بصورة سريعة وبصورة فجائية وبدون أي تفكير، اللي هي هواجس تأخر الزواج. أكيد راح يكون أكو ضغط من العائلة، ضغط من الأقرباء، وأيضا ضغط من وصمة المجتمع اللي هي التقدم في السن. المرء من يتقدم بالعمر خصوصا بالمجتمعات العربية راح يكون أكو ضغط على الشاب وعلى الفتاة، أنه ليش أنت ما راح تزوجتي، ليش لحد الآن. هذه الأمور اللي هي تكون اجتماعية، اللي متناقلة من جيل لآخر. هذه الضغوط الأهل والمحيطين ضروري نخليها بعيدة عنه. يعني أنه أني ما راح هم يعيشون حياتي، ما راح هم يكونون هذه الأسرة. العاتق الأكبر والحمل الأكبر حيكون علي أني. ضروري أنه أني أفكر ألف مرة قبل ما أتخذ هذا القرار. موضوع اتخاذ قرار الارتباط جدا صعب. إذا شفت نفسي أنه أني موجت هذه المسؤولية وما أقدر أتحمل عبء العائلة، فإنه أني ما أقدر أروح أدخل بهذا الموضوع وأدخل بهذا المجال، وأني ما عندي هذه القدرة. فلازم أول بداية إنه أني أشوف نفسي قبل ما أخلي الآخرين هم اللي يضغطون عليه. زيادة الوعي، وعي الإنسان بنفسه بذاته بخصاله. موضوع الارتباط والزواج ضروري يكون أكو فد وعي
هذه الحياة الزوجية راح يكون هيجي بيها. هذا حيكون على عاتق الأهل، أنه أنا لازم أوعي بنتي، أوعي ابني. طريق الزواج مو طريق فقط أنه هو إيجابي فقط، صارت فد زواج ولبس وهذه الأمور، لا، أنه أنظر له بغير طريق، أنظر له أنه هو يكون معايير تؤدي لهذا النجاح، حتى لو كانت هذه المعايير 50%، بس أنه هذه المعايير خلي أضبطها، فراح هذه 50% راح تعبر على الباقي الأخطاء، وراح تخلينا نتغاضى عن هواي أخطاء. يعني أكو فد إيجابيات تخلينا هي اللي تطفو مثل ما نقول على السلبيات الموجودة. أيضا الاختيار الخاطئ، أني الشخص أختاره فقط على أشياء ظاهرية. إحنا دا نشوف إنه المظاهر مثل ما نشوفها إنه هي سادت علينا، قمنا ندور فد موضوع المظهر، موضوع اللبس، موضوع الديانات، موضوع الثقافات اللي ننظر لها المادية، هذه كليتها قامت تأثر على اختيارنا للشريك. راح يكون الاختيار خاطئ وغير صحيح، راح يخلينا نتأثر بالاختيار، راح خلينا موضوع الارتباط يكون غير صحيح، وأيضا بالتالي راح يكون العلاقة الزواجية مو سليمة، لها نتائج سلبية كثيرة. هذه العيوب اللي احنا ننظر لها يمكن هي شيء كلش طفيف أو نقدر نتغاضى عليه. إذا ما تصالحنا ويا نفسنا وعرفنا وتأكدنا أنه أنا أقدر أتغاضى على هذه العيوب أو أتقبل هذه العيوب، فراح أقدر أتقبلها. بس إذا ما تصالحت ويا نفسي وفكرت بها فقط أنه أنا راح أتقبلها، فإنه من جينا للواقع وللحقيقة، فإنه أنا ما راح أتقبلها وراح تسبب لي مشكلة، حتخليني ما أكمل هذه الحياة الزوجية بطريقة سليمة، راح أخلي تأثر على حياتي مع الشريك وأيضا حياتي مع الأولاد. دائما احنا خلي نفكر بالموضوع بطريقة الاتزان، طريقة العقل والقلب مع بعض. يعني أخلي فد نقاط أساسية، هذه النقاط هي اللي حتكون أساس هذه العلاقة الزوجية. نتمنى أنه هذه النصائح، هذه المواضيع تكون مؤثرة على المجتمع. احنا غايتنا إصلاح هذا المجتمع، غايتنا أنه نقلل من العدد الهائل للطلاقات اللي دا تصير، نسب جدا مخيفة بالمحاكم. البداية راح تكون طريقة الاختيار، البداية راح تكون بداية الزواج. يعني أنا أكون مؤهل لموضوع الارتباط، فأكيد راح يكون الاختيار صحيح. ليس الحب أن تأخذ قلب أحدهم، ولكن الحب أن تخلق مكانا لا يمكن لأحد أن يأخذه. شكرا مستمعينا على استماعكم إنا، ودمتم بخير.